في الجو كتل هوائية حارة أو باردة، وعندما تلتقي هذه الكتل تحدث اضطرابات جوية، وتكون الكتلة الهوائية متجانسة وتتميز بحرارة محددة ومعدل ضغط ورطوبة. وتختلف الأحوال الجوية باختلاف الضغط الجوي، أي وزن الهواء الذي يقاس بواسطة مقياس الضغط الجوي. على مستوى سطح البحر يكون متوسط الضغط الجوي 1013 هكتوباسكال، أي نحو كيلوغرام واحد لكل عمود بمساحة سنتيمتر مربع واحد، يصل إلى أعلى الغلاف الجوي. ويختلف الضغط الجوي باختلاف الارتفاع والحرارة. في هذا الإطار يتوصل علماء الأرصاد الجوية إلى رسم خرائط تضم خطوط تساوي الضغط الجوي عن طريق ربط النقاط، حيث يكون الضغط الجوي نفسه، ويتمكنون بذلك من تسليط الضوء على الكتل الهوائية المتحركة. ويتنقل الهواء من الضغط الجوي المرتفع إلى الضغط الجوي المنخفض، ما يشكل الرياح، وكلما اتسع فارق الضغط الجوي اشتدت الرياح. غير أن قوة دوران الأرض تحرف مسار الرياح وتدخلها في دوامة، ففي نصف الكرة الشمالي تهب الرياح باتجاه عقارب الساعة فيما يعرف بالأعصار العكسي، وبالاتجاه المعاكس في المنخفضات الجوية. أما في نصف الكرة الجنوبي فإن الأمور تحدث بشكل معاكس، عندما يكون الهواء حاراً يتمدد فتتباعد الجزيئات ويصبح خفيفاً ويرتفع إلى الأعلى مولداً منخفضاً ومشكلاً سحابات لبل ضباباً وأمطاراً وصقيعاً وثلوجاً. أما عندما يكون الهواء بارداً فيحدث العكس وينكمش ويصبح أثقل ويتجه إلى الأسفل ويستحيل جافاً مشكلاً إعصاراً عكسياً يبشر بطقس مستقر وجميل في غالب الأحيان. وبملامسة سطح الأرض يسخن الهواء وتتكثف الرطوبة ليرتفع مجدداً ويولد منخفضاً جوياً من جديد.